السلام عليكم كديرين خوت بخير لاباس عليكم كلشي بخير نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اسكنا صافي ميو ميو بركه بتشوفوا ما جيش اجي شو اجي المهم نرجعوا للموضوع ديالنا بالنسبه للبطاقات البنكيه في اوروبا اكثر المهاجرين ما تكونش عندهم ولكن غنوريكم الطريقه اللي كيكونوا اول حاجه درنا الكوريوس ها هي شفتوا الشعار ديالها من بعد زدنا نيكل حتى هي اللي كلهم كيخدموا بالباسبور الباسبور فقط حتى الا ما عندكش اوراق ضروري الباسبور ولكن بالنسبه للنيكل دابا ولاو عفوا بالنسبه لدابا الكوريوس ولات بالاوراق حتى هي ما بقاش بالباسبور النيكل كانت ب 20 اورو دابا ولات 25 اورو ودابا جبت لكم واحده لويز ها هي بصراحه كارطه واعره وزوينه خليكم مع الرياكشن ديالها غنشوفوا وغنفتحوها دابا الجو كيتحلل ها هي واحد جوج ثلاثه ها هي شوفوها وجيده هي مباركه تما غادير ايه شتيها وهي البطاقه ديالنا تبارك الله مهيبة واو بسم الله ايوا البطاقة هي هذه تبارك الله اللي هذه زغون ما شاء الله مهيبة و في الأخير تنقول لكم الله يرزقنا ويرزقكم إن شاء الله بالخير والتيسير وأي سؤال مرحبا بكم أي سؤال مرحبا بكم بالنسبة لهذه راه كتجيك بسبعة أورو يعني ماشي بزاف وكتحط فيها الفلوس طريقة الفلوس كتحط فيها أنه شي واحد عنده من العائلة ديالكم ولا فامي صحابك كتعطيه واحد البركه بحال تعطيه 100 اورو ولكن هو كيدوز عليك كتعطيه الايبان ايبان فقط وكتشري بها اي حاجه من علي اكسبريس اللي بغيتي تقطع بها الطياره ولا شي حاجه وتمنى التوفيق حيت دابا ولا من هنا المقدم ما بقاش غادي يكون الفلوس هادشي تيقولوا والعلم لله انه غتولي كلشي بكارتا بونكير يلا نهاركم مبروك وتهلاو في راسكم وان شاء الله نعملوا مزيد تهلاو في راسكم